لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الجمعة 26 يناير، والنهاردة القمر موجود في برج الثور لغاية الساعة 7:45 مساء. عندنا كمان أورانوس موجود في الحمل، وعندنا المريخ والمشتري في العقرب، لكن المريخ النهاردة هيسيب برج العقرب الساعة 2 الظهر وهيدخل في برج الكوس. عندنا كمان عطارد وزحل وبلوتو الثلاثة في الجدي، وعندنا فينوس والشمس في الدلو، وعندنا نبتون في الحوت. عندنا كمان النهاردة في حالة تنافر فلكي، القمر اللي موجود في الثور بيتنافر مع المشتري اللي موجود في العقرب. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، ومطلوب من مواليد الحمل ان هم يتصرفوا في حدود ميزانيتهم، ويقاوموا رغبتهم في التبذير، ويحاولوا يحددوا نفقاتهم. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم القمر موجود في برجهم، وده بيؤهلهم ان هم يعرفوا يسيطروا، ويعرفوا يعرضوا افكارهم بذكاء، وكمان يضيفوا قيمة للي حواليهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندهم للأسف تنافر فلكي في منازل الصحة، ومطلوب منهم انهم يهتموا اكتر بصحتهم وبسلامتهم، ومطلوب كمان انهم يعملوا في سرية وكتمان، ويتجنبوا الفخر بنفسهم. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر بيدعمهم في منزل الأصحاب، وممكن يلاقوا الأصدقاء والزملاء بيتهافتوا على التواجد معاهم، والناس بتطلب تواجدهم، ويكون عندهم أوقات اجتماعية حلوة جدا. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة القمر للأسف وضع معاكس معاهم، ومطلوب من مواليد الأسد ان هم يكونوا هاديين أكتر، كمان المشتري في معاكس من ناحية العيلة، فبالتالي مطلوب من مواليد الأسد اجتماعيا وعائليا ان هم يتجنبوا أي سوء تفاهم في محيطهم. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة عندهم القمر في وضع داعم في منزل الحظ، وده بيديهم أسباب السعادة عاطفيا ومهنيا وكمان ماليا، فأشوف إن ممكن يحققوا مكاسب مالية هايلة، وممكن يقضوا أوقات رائعة، وكمان النهاردة يوم مناسب للانطلاق والخروج والسفر. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة للأسف عندهم تنافر فلكي في منازل المال، والنهاردة ممكن مواليد الميزان يكون عندهم ميل للتبذير أو للمغامرة، وده مش مطلوب خالص النهاردة. مهم جدا لمواليد الميزان ان هم ينظموا نفقاتهم ويتجنبوا أي مغامرات مالية. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة القمر في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد برج العقرب النهاردة ان هم يقاوموا ميلهم للخناق وعدم التسامح، مطلوب ان يكونوا مرنين اكتر ويتفهموا وجهة الطرف الاخر، وخصوصا شركاء الحياة او شركاء العمل. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر متنافر مع المشتري في منازل الصحة، ومطلوب من مواليد القوس ان هم يهتموا اكتر بصحتهم وياخدوا وقتهم في الراحة. النهاردة ممكن تكون الطاقة اقل بالنسبة لمواليد القوس، ومهم بس ان هم ياخدوا قسط وافر من الراحة. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة الفلك بيدعمهم، عندهم مناخ صحي جدا، ممكن يعملوا فيه علاقات حلوة سواء عاطفيا او اجتماعيا، وكمان مع الاولاد لو عندهم اولاد، وحيكونوا عندهم منتهى السحر والجاذبية. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس للأسف، ومطلوب من مواليد الدلو ان هم يحاولوا يتجنبوا اي دخول في اي مناقشات اجتماعية او عائلية ممكن تؤدي لصدام مع الاخرين. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في وضع داعم، والنهاردة مواليد الحوت ممكن يستمتعوا بالتبادل الفكري اكتر مع الناس اللي حواليهم، ممكن يقضوا اوقات عائلية حلوة واوقات اجتماعية
ثرية يستفيدوا فيها جدا بتبادل الأفكار والآراء. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهارده.